اهلا بحضراتكم من جديد، وبالتاكيد محتاجين في هذه الفقره نطمن اكتر على استعدادات الاهلي. فرصه بقى نتكلم عن فرقه الكوره عندنا ونطمن على الاستعدادات، ابرز اللاعبين الجاهزين للفتره اللي جايه عندنا. يا جماعه بصوا، زي ما بيقولوا كده ايه، معمعه مباريات محليه، 4 مباريات في حوالي 11 يوم، يعني اقل من 3 ايام في كل مباراه. فبالتالي نذهب مباشره الى ملعب مختار التتش بالجزيره مع الزميل العزيز كريم احمد مراسل قناه الاهلي، عشان نشوف اخر استعدادات الاهلي لمباراه بيراميدز النهارده ليله المباراه، دخول في معسكر مغلق، ازاي الفريق بيحضر للمباراه الكبيره دي، وازاي كمان هيقدر الفريق يفصل ما بين المشوار الافريقي مع المشوار المحلي سعيا لصداره الدوري بعد فارق النقاط وعدد المباريات المؤجله مع نادي الزمالك. مساء الخير يا كريم. مساء الخير عليك طبعا زميلي العزيز محمد سعيد، كل التحيه ليك ولكل جمهور النادي الاهلي. فرصة طيبة بقى اطمن منك على فرقة الكورة، وفرصة اتكلم معاك على فرقة الكورة. انا دايما غصب عني بروح لسكة المباريات الافريقية بسبب البلبلة اللي موجودة عبر السوشيال ميديا، لكن طمنا على فرقة الكورة وازاي بتستعد لمباراة بيراميدز ان شاء الله يا كريم، وهل التدريبات مغلقة في هذه الفترة حرصا على التحضير بشكل جيد لمباراة بيراميدز ولا لا؟ الحقيقه طبعا زميلي محمد، في البدايه طبعا بنتمنى بقى العوده الحميده لفريق النادي الاهلي لمباراه بطوله الدوري العام. يمكن انت ذكرت مباريات عديده وتلاحم كبير جدا بقى الفتره اللي جايه لفريق النادي الاهلي، لكن اكيد كل ده كان في الحسبان لبيتسو موسيماني المدير الفني، الجهاز الفني، لعيبه النادي الاهلي، لان الحقيقه الفتره اللي فاتت شغله كله كان للبطوله الافريقيه. والحقيقه يمكن قطعنا شوط كبير جدا يا محمد زي ما انت عارف، وصلنا للمباراه النهائيه بجهد كبير وبتحضير اكبر كمان للجهاز الفني بقياده بيتسو موسيماني، اللي الحقيقه بيقوم بدور كبير جدا الفتره اللي فاتت مع فريق النادي الاهلي. عندنا اكتر من بطوله بنركز ودوافع جديده على طول بشكل مستمر، الراجل على طول بيتكلم على اهميه المرحله واهميه الفتره، المباراه بتنتهي بنركز في اللي بعديها. اقدر اقول لك يا محمد خلاص، من يعني عقب العوده مباشره او عقب الفوز الاخير على نادي الترجي، تم غلق الملف الافريقي تماما لكل لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني، والتركيز الاكبر والاكثر في مباراه بطوله الدوري العام. عندنا مباراه مهمه جدا غدا امام بيراميدز، فريق مميز جدا، هزيمته في بطوله الكونفدراليه يمكن اكيد هتبقى ليها دوافع، تغيير المدير الفني الخاص ببيراميدز هيبقى ليه دوافع مع فريق بجانب الدوافع اللي احنا عارفينها كلنا وجمهور النادي الاهلي عارفها. لكن الحقيقه محمد عايز اطمنك على اللعيبه وعلى الجهاز الفني، الحاله المعنويه، حاله التركيز الكبيره اللي شايفينها مع لعيبه النادي الاهلي. التدريب مغلق، يعني نقدر نقول ده قرار جيد ومميز جدا من الجهاز الفني، يكون في تدريب مغلق لفريق النادي الاهلي لفرض مزيد من التركيز. وانت عارف محمد كمان، يعني تدريب الامس وتدريب اليوم بيبقى فيه جمل تكتيكيه كبيره جدا ونقاط بيحاول بيتسو موسيماني يكون تركيزها فقط مع لاعبي النادي الاهلي. فنقدر نقول النهارده بيتسو موسيماني انهى المحاضره الفنيه الخاصه طبعا بكل مباراه وقبل المباراه ب 24 ساعه، الراجل بياكد على طول والحذر الكبير جدا، ويمكن اكد على التركيز الكبير في مباراه بيراميدز. عندهم دوافع كبيره، فرقه جيده جدا على المستوى الفردي، عندهم عناصر مميزه، لكن لابد نكون احنا الاجرأ والاقوى والاسرع وتكون الاغلبيه لينا. يمكن ده الحديث اللي اتكلم بيتسو موسيماني مع فريق النادي الاهلي، الدوافع لابد تكون مجدده بشكل كبير جدا، الشخصيه، الروح، كل الامور دي الحقيقه الراجل مميز فيها. وكمان لعيبتنا محمد مساعده الجهاز الفني بشكل كبير، زي ما بنشيد ببيتسو موسيماني لابد نشيد بلعيبه النادي الاهلي مع الظروف والضغط، بنشوف لعيبه بتلعب في اماكن غير اماكنها. اكرم توفيق الحقيقه يمكن شفناه الفتره اللي فاتت اداءه مميز جدا، محمد شريف، كل اللعيبه، قفشه اللي راجع من اصابه ويمكن اشتغل على نفسه بشكل كبير. فاللعيبه عارفه اهميه المرحله وعارفه اهميه المباراه وعارفه اهميه بقى 7 مباريات المؤجلين لفريق النادي الاهلي في بطوله الدوري العام، ان احنا لازم يكون كل مباراه مباراه كؤوس ونقدر ان احنا نحصل على 3 نقاط. فيا رب ان شاء الله باذن الله تكون مباراه الغد مباراه بيراميدز انطلاقه جديده لفريق النادي الاهلي في بطوله الدوري العام، يسعى من خلالها ان شاء الله الحفاظ على لقب بطوله الدوري العام. عندنا اكتر كمان من لاعب محمد، يعني الفتره اللي فاتت كان في لعيبه عندها اجهاد، عمرو السولية يعني بيعلن جاهزيته ان شاء الله باذن الله يكون مشارك في التدريب الجماعي النهارده. يمكن عمرو السولية قام بدور كبير جدا الفتره اللي فاتت مع كل نجوم النادي الاهلي. محمد هاني الوحيد يمكن اللي شفته بيجري دلوقتي حوالين الملعب جري خفيف جدا، يعني مش عايز اقول طبعا محمد هيكون في القائمه او خارج القائمه الا لما نتاكد بشكل كبير، لكن واضح ان محمد بيجري حوالين الملعب لوحده خالص مع طبعا اخصائي التاهيل. فيا رب بس ان شاء الله باذن الله يكون تدريب خفيف ليه ويشارك حتى بجزء بسيط، لان هو شارك في التدريبات الجماعيه. اتفضل يا محمد. فضل. في لقطه انا شفتها دلوقتي قدامي على الشاشه، بيتسو موسيماني وهو داخل لملعب التتش وبيستعد للمران، قابل مجموعه من الاطفال والشباب كانوا بيتكلموا معاه. اللقطه دي انت رصدتها، يعني الكلام كان ايه؟ وانا عارف بيتسو من النوع اللي هو بيحب دايما المرح والهزار، وحتى بيلتقط صور تذكاريه مع عدد من اعضاء النادي والاطفال والشباب اللي موجودين في النادي الاهلي.
هو الحقيقه يا محمد طبعا يعني بيتسو موسيماني روحه حلوه جدا الحقيقه، يعني بنشوفه بيتعامل مع اعضاء النادي وكل الاطفال الحقيقه، والاطفال تحديدا بروح كبيره جدا، لان هو عنده عدد كبير من الاطفال، وعارف الطفل لما بيبقى جاي عايز يتصور مع مدير فني حتى بيقلق الكمامه مع الاطفال عشان يبقى الشكل العام كويس، كلامه يمكن هم بيكلموه طبعا بيشيدوا بيه على طول ويمكن بيهنوه. الحقيقه يمكن الراجل يعني الفنيات امور طبعا مش هنختلف عليها، لكن الجانب الانساني ده مهم جدا، لان بيبقى ليه مردود كبير يا محمد، سواء اعضاء النادي بتكون حاسه بقيمه المدير الفني اللي عارف قيمه ان النادي الاهلي وبيقدر يتعامل بشكل جيد جدا، وايضا كمان الاطفال كالعاده طبعا وحبهم لبيتسو موسيماني. الحقيقه الفتره اللي فاتت اسمه يمكن ماشي بشكل جيد جدا لموسيماني، وبيؤدي اداء مميز جدا، فالروح والحماس الكبير اللي بنشوفه في الملعب والحب اللي بنشوفه مع اعضاء النادي الاهلي تحديدا والجمهور ده يعني امر اكيد يحسب لبيتسو موسيماني على تعامله الرائع والمميز جدا مع كل اللي بيقابلهم، اي حد بيقابله الحقيقه بيتعامل معاه بشكل جيد جدا، ودي امر مهم جدا لان النادي الاهلي قيمته كبيره وعضو النادي الاهلي كمان قيمته كبيره جدا يا محمد. يا رب ان شاء الله باذن الله بكره، بس يمكن لعبتنا تكون على قدر المسؤوليه كالعاده، تركيزنا يكون قوي ويقدر بيتسو موسيماني يحضر بشكل جيد كتحضيراته الجيده خلال الفتره اللي فاتت. زميلي العزيز كريم احمد مراسل قناه الاهلي من ملعب التتش بالجزيره، بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل من ملعب التتش ومن مقر الاهلي بالجزيره واستعدادات مباراه بيراميدز.